بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صبحية مباركة أطل عليكم من خلالها أعزائي التلاميذ. يومه الخميس 12 من شوال سنة 41 400 هجرية، الموافق للرابع من يونيو سنة 2020 ميلادية، في حصة جديدة من حصص التعلم عن بعد، والتي يتمحور موضوعها حول دعم وتثبيت مكتسباتكم من دروس مادة التربية الإسلامية من خلال وضعية تقويمية مذيلة بأسئلة. والهدف الذي نأمل تمكنكم منه أحبائي خلال هذه الحصة هو دعم وتثبيت حصيلة المكتسبات المتعلقة بدروس السنة الدراسية من مادة التربية الإسلامية. فالمطلوب منكم أحبائي قراءة الوضعية قراءة جيدة لفهمها واستثمار تعلماتكم بالإجابة عن الأسئلة المذيلة بها، والخاصة بمجموعة من الدروس التي تم تناولها في هذا الدعم العام، ألا وهي سورة المرسلات من مدخل التزكية قرآن كريم، درس الإيمان بالقضاء والقدر من مدخل التزكية عقيدة، درس صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأذى من مدخل الاقتداء، درس فرائض الصيام من مدخل الاستجابة، درس أصون كرامتي أتفهم ولا أتهم قصة مريم عليها السلام من مدخلي القسط والحكمة. أما وضعيتنا أحباء التلاميذ فهي كالآتي: في إحدى ليالي رمضان الأبرك ذهبت وصديقك عمر مبكرا لصلاة العشاء في المسجد، فوجدتما الإمام يقدم درسا حول مجموعة من المواضيع، أولها الإيمان بالقضاء والقدر، فصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأذى لتكون خاتمة درسه تطرقه لبعض قصص الأولين والتي تجلت في قصة مريم عليها السلام مع قومها، وبعدها صليتم العشاء جماعة فقرأ الإمام جزءا من سورة المرسلات. بعد خروجك وصديقك من المسجد وفي طريق عودتكما إلى البيت، طلب منك عمر أن تشرح له ما جاء في خطبة الإمام لأنه لم يستوعبه جيدا، كما استفهم منك عن صحة صيامه لأنه لم يستيقظ للسحور ولم يؤدي صلاة الفجر، وبعد أن استيقظ عند شروق الشمس نوى صيام يومه. إذن كانت هذه هي الوضعية أحباء التلاميذ، والآن ننتقل لتعرف الأسئلة المذيلة بها. إذن أعزائي، بعد قراءتكم للوضعية قراءة جيدة، ستقومون بإنجاز المهام التالية أو الآتية: أولا، اكتب أو اكتبي لصديقك أو صديقك عمر آيات بينات مما تلاه الإمام من سورة المرسلات، والتي تعدد نعم الله تعالى على عباده المتقين ووعيده للمكذبين يوم القيامة، وذلك من قوله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون، إلى قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون. السؤال الثاني: اشرح أو اشرحي له معنى اركعوا، فبأي حديث. السؤال الثالث: أحط أو أحيطي له الكلمة التي تمثل الحكم التجويدي نقل الحركة لدينا والأولين فيعتذرون. السؤال الرابع: أوضح أو أوضحي لصديقك أو صديقك عمر معنى الإيمان بالقضاء والقدر انطلاقا من قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. السؤال الخامس: تحدث الخطيب في درسه عن صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأذى،
ألف بين أو بيني لصديقك أو صديقك مظهرا من مظاهر الأذى التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم. إذن ستكتبون مظهرا من مظاهر الأذى المعنوي، ثم مظهرا من مظاهر الأذى الجسدي أو البدني. باء، أذكر أو اذكري لصديقك أو صديقك بماذا قابل الرسول صلى الله عليه وسلم أذى المشركين له. السؤال السادس، عبر أو عبري عن رأيك أو رأيك فيما استفدته من قيم من قصة سيدتنا مريم عليها السلام. إذن أحبائي، ستعبرون عن رأيكم في قصة سيدتنا مريم مع قومها، وتذكرون القيم التي استفدتموها من قصتها عليها السلام مع قومها. السؤال السابع، لم يستيقظ عمر للسحور ولم يؤدي رغيبة الفجر، وبعد استيقاظه عند شروق الشمس نوى صيام يومه. ألف، هل نية وصيام عمر صحيحين ولماذا؟ باء، ذكريه أو ذكره بفرائض الصيام. جيم، استشهد أو استشهدي له بحديث نبوي شريف حول فرضية النية لصحة الصيام. معنى فرضية أي أن النية فرض من فرائض الصيام، استشهد بحديث نبوي حول ذلك. إذن أحبائي التلاميذ، كانت هذه هي الأسئلة المذيلة بالوضعية التقويمية التي أنيطت إليكم اليوم. أتمنى منكم أن تهموا بإنجاز هذه الأنشطة لنصححها في حصة مقبلة بحول الله تعالى. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولنا لقاء في حصة مقبلة بحول الله.